هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. صفصف. تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. اتفضلي يا ست صفصف. ايه ده يا حاتم؟ أكل؟ وجبات فاخرة هتعجبك جدا، أكل نظيف وصابح. غريبة، أنا بشبه على علب المطعم ده. هو اسم المطعم ايه يا حاتم؟ يعني اللي انت جايب منه الغدا دلوقتي، لان لا كيس ولا العلب عليهم اسم المطعم. اسم المطعم. من عارف طبعا اسم المطعم. هو اسمه لا تصدق مش فاكر خالص. ايه والله مش فاكر. مش فاكر ازاي؟ مش انت اللي جايب الاكل؟ لا قصدي مش انا. مش انا اللي جايب الاكل. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي ان انا اللي بقول لك ايه. انا داخل اغير هدومي واطلع اتغدى. سلام. الله، امرك غريب النهارده يا حاتم، بس انا متاكده اني شفت الوجبات دي قبل كده، يبقى لازم ارجع بذاكرتي لاسبوع فات لما لقيت معقوله رايحه مشوار. رايحة فين يا معقولة على الصبح؟ رايحة اطبخلك يا ست صفصف. هطبخلك بقى اسم الله على مقامك. ايه بقى؟ عم الحاج اللي اسمه الباشا ده. داود. إيه؟ داود باشا. ايوه هو ده. والستيكة. ستيكة ايه؟ ستيك. والبيكوتا بالمشروم. بيكاتا بالمشروم. الله الله الله. وانتي بتعرفي تطبخي الحاجات الحلوه دي يا معقوله؟ طبعا يا ستي طبعا. بجد؟ اتعلمتها يا ستي في مبادره تبع المجلس القومي للمراه اسمها المطبخ مصري، وبيعلمونا اكلات كتيره وحلوه، بحيث بقى ايه لو فيه ست عاوزه تشتغل شيفه في مطعم يبقى اتعلمت هناك. برافو عليكي يا معقوله. اسمعي، انا هاجي معاكي علشان اديكوا كام وصفه حلوه كده من اللي قلبك يحبها، علشان الاكلات دي اللي بتبيعوها في المبادره تجيب لكم فلوس كويسه. فلوس ايه يا ستي؟ فلوس ايه؟ وجبات المطبخ مصرية بيطلع كله لله. والله؟ للأسر الفقيرة. ها يا ستي، ايه رأيك بقى في مبادرة المطبخ مصرية؟ والله انا مش مصدقة اللي شفته. انتوا مش بتدربوا على الاكل وبس، ده انتوا كمان بتتدربوا على طرق تخطيط واعداد وتجهيز العزومات الكبيرة والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الأكل. لله يا محسن يا مسلم، ياكل تعانى أنا وولادي. يا عيني يا ربي، مسكين قوي الراجل ده. إيه رأيك نديله وجبات من معانا؟
الراجل الغلبان الفقير اللي مغطي وشه دي يقعد هنا كل يوم كل يوم؟ وانا وكل زميلاتي هنا بنديله وجبات عشان غلبان. اتفضل اتفضل يا راجل يا غلبان اتفضل. متشكرين يا بنتي، ربنا يخلي لك جوزي. ربنا يخلي لي جوزي يا اخويا، ما تدعي لي دعوه حلوه. وهو ده اللي حصل بالملي يا قدرات المستمعين يلي بتسمعونا دلوقتي. الوجبات اللي جابها حاتم شبه الوجبات اللي بتتعمل في المطبخ مصرية، دي هي بالظبط نفس الوجبات. جابها منين؟ معرفش. وقعت في ايده ازاي؟ برضو معرفش. بس انا لازم اعرف. كبري دماغك يا ستي، كبري دماغك. تلاقي سي حاتم بيشتري من مطعم بتطبخ الاكل فيه واحدة اتعلمت معانا. والله يمكن، بس الموضوع اتكرر كتير قوي. يلا بينا نروح علشان الشوارع زحمة. لا يا محسنين، مش لاقي اكل، جعان انا وولادي وامهم وابوهم. اولادك وامهم وابوهم، وانت تقرب لهم ايه بقى ان شاء الله؟ امسك اهو وجبات ليك ولولادك اهي. متشكرين يا بنتي، ربنا يخلي لك بواب عمارتكم. الله يخليك. سلامة يا بنتي سلامة. الله يسلمك. الحمد لله، الست صفصف والبنت معقولة ما عرفون ييش. اطلع ديلوك لشريك العزيز. عفارم عليك يا ودي يا جعفر، يا مظبطنا وجايب لنا اكل بنص التمن. انا تحت امرك يا حاتم بيه وخدامك، بس لازم تحترس بدل ما يشكوا فينا. والله عندك حق يا جعفر، انا حاسس ان صفصف ابتدت تشك في الوجبات اللي بجيبها. اقول لك على فكره، قول شيل الوكل اللي جوه الوجبات وحطه في اطباق من عنديكم قبل الست صفصف ما تشوف الوجبات. سلام، برافو عليك يا جعفر، اول مره في حياتي الاقيك بتفكر. انا مبهور بيك بصراحه. انا كمان مبهور بيا. اوقف عندك انت وهو، ولا كلمه ولا حركه ولا نفس. زبطتكم يا مجرمين، زبطتكم. مين؟ معقوله؟ ايوه معقوله. خش يا حضره الضابط. ضابط قصدي، خش يا ست صفصف. ايوه وكمان صفصف. معقول؟ معقول يا حاتم تعمل كده؟ أنا مش مصدقة نفسي تمشي ورا كلام جعفر. أنا آسف آسف أصف صفاوي، أنا الصراحة أنا مش لأي كلام أقوله. طبعا، بس إيه يعني؟ الله فيها إيه يعني لما اشتري أكل بنص السعر يعني؟ الله يا لهوي بل يا ما بيقول إيه؟ إيه 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 تشتري؟ هو انت يا جعفر يا نصاب يا ضلالي كمان بتبيع الاكل لسي حاتم؟ ايه لقيت تستري يا بنت، استري علي. اخرس اخرس يا نصاب، وعمال تقول ربنا يخليلك جوزك وربنا يخليلك بواب عمارتكم. الوجبات ترجع فورا، سامع؟ فورا يا جعفر. وانا يا جعفر بقى بحذرك، لو عرفت انك بتعمل كده تاني هبلغ عنك يا لص. كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود. أنا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار، ده انت لفتي الأنظار وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تشوى ولفات. طب شخلي يجيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. شخلي يجيبك يا حلو، انا عندي عزومات. شخلي يجيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. يوميات صفصف، بطوله حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسه صوتيه محمد شعبان. يوميات صفصف، تاليف احمد الاصلي، اخراج تامر شحاته.
هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.